قمة مهمة النهاردة شايفينها وفي توقيت مهم على الأراضي المصرية، خاصة بعد كل التصعيد اللي شايفينه من الجانب الإسرائيلي. كلمنا بداية على أهمية القمة بالنسبة لدولة فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون شك القمة تأتي في وقت مهم وحساس وفي ظروف صعبة، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي وفي ظل التغلب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية تتميز بالتطرف والعنصرية أكثر من أي وقت مضى. هذه الكلمة تأتي بعد أن استشعر الجميع وبالذات الدول المحورية في القضية الفلسطينية، مصر والأردن، باعتبار أن هاتين الدولتين وهذين البلدين هما الأكثر تماسًا مع الشأن الفلسطيني بشكل يومي بشكل مباشر. وهما دولتان محوريتان في القضية الفلسطينية. استشعر الجميع الخطر المحدق أولًا بالقضية الفلسطينية بشكل عام باعتبارها قضية العرب والمسلمين جميعًا، وثانيًا خطر يحدق بالأمن الإقليمي والسلام الإقليمي في ظل هذا التغول الإسرائيلي وفي ظل العدوانية الإسرائيلية والتطرف والعنصرية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية. على ذكر الحكومة الإسرائيلية يا دكتور، احنا شفنا تصعيد منهم ومن بعض الوزراء وازاي واحد منهم اقتحم يعني ساحة الأقصى. بالنسبة لكم هذا التصعيد كان عامل ازاي وازاي غير في الأوضاع في الداخل؟ يعني هل نتج عنه مثلا تفاقم في الأوضاع؟ هل نتج عنه نية لأخذ مزيد من الإجراءات؟ الأوضاع متفاقمة أصلا، والظروف والضغوط التي يعانيها ويواجهها الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية على الصعود كافة. ماليا هناك حصار إسرائيلي مفروض عليه، هناك سرقة للأموال الفلسطينية الآن، يعني أكثر من 700 مليون دولار تقريبا تحتجزها إسرائيل في أموال فلسطينية. لا، ليس لحق لإسرائيل حق في أن تحتجز قرشا واحدا تحتجزها إسرائيل. هناك التصعيد الذي يستهدف المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، هناك الحصار المفروض على مدينة القدس، منع الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين من حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس. هناك الاقتحامات اليومية وعمليات القتل اليومي، كل يوم هناك شهيد. منذ بداية العام تقريبا 15 شهيد منذ بداية العام فقط، بمعنى أننا كل يوم نقتل شهيدا برصاص وبنار الاحتلال الإسرائيلي. طبعا بنقدم تعزينا في وفاة كل الشهداء في دولة فلسطين شقيقة، ولكن خليني أسأل حضرتك على موقفكم من المجتمع الدولي أو رؤيتكم لموقف المجتمع الدولي في ظل التصعيد من جانب إسرائيل. زي ما ذكرنا يعني من بعض الوزراء، شفنا بعض الجهات الدولية أبدت اعتراضها على هذا التصعيد، ولكن هل هذا كافي؟ يعني رؤيتكم لموقف المجتمع الدولي إيه؟ لا يكفي أن يعبر المجتمع الدولي عن قلقه، شبعنا من التعبير عن القلق خلاص، يعني لم يعد ممكنا الاستمرار في الاستماع إلى بيانات شارده من أي مضمون. حتى مجلس الأمن عندما انعقد لمناقشة الأوضاع في مدينة القدس في المسجد الأقصى بعد اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف العنصري للمسجد الأقصى، حتى مجرد بيان الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت إصدار مجلس الأمن لبيان، بيان لا يغني ولا يسمي من جوع، حتى بيان يعني لا قيمة له الولايات المتحدة الأمريكية منعت إصداره. بمعنى أن المجتمع الدولي ليس لديه آليات عملية لترجمة مواقفه النظرية على أرض الواقع. أكثر من 1000 قرار صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن عن الأمم المتحدة بشكل عام منذ عام 48 إلى اليوم، لم ينفذ منها قرار واحد.
أكثر من 1000 قرار تخص فلسطين، تخص القضية الفلسطينية. صحيح. ماذا نريد؟ نريد قرارات جديدة؟ نحن لا نريد قرارات جديدة. نحن نريد تنفيذ القرارات السابقة، بدءاً بالقرار 181 والقرار 194 اللذان شكل شرطين لقبول عضوية إسرائيل في الجمعية العامة، ومع ذلك لم تنفذهما إسرائيل. طيب، وفي ضوء كل هذه المواقف وكل هذه التطورات، برأيك إيه أهم ما ورد في البيان الختامي للقمة الثلاثية النهاردة؟ لعل أهم ما في القمة هو تكريس التنسيق وتوحيد المواقف وتوحيد الرؤى. بالتأكيد عندما يكون هناك تنسيق وتوحيد رؤى مصري أردني فلسطيني، كثير من الأشياء تصبح أكثر إيجابية، بالذات على صعيد التحرك السياسي والقانون. نحن بحاجة إلى هذا التنسيق، نحن بحاجة إلى دعم الأشقاء العرب، في المقدمة طبعا مصر والأردن والسعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، لأننا لا نتحرك في فضاء مغلق، نحن نتحرك في فضاء مفتوح. نريد في إطار هذه الحركة وإطار هذا الحراك أن نحشد كل الجهود وكل الدعم. تمام. بالمقدمة منه بالتأكيد الدعم العربي والمسلم. يهمني كمان أسأل حضرتك على موقف الدولة المصرية، وإحنا شايفين دورها في إعادة إعمار غزة خلال الفترة اللي فاتت، فرؤيتكم لموقف مصر على حدة، يعني تقييمكم إيه لموقفها وقيمها بإعادة تعمير غزة؟ يعني الحديث عن موقف مصر يطول، أن عمر القضية الفلسطينية مرتبط بالمواقف المصرية. منذ اليوم الأول لنشأة ونشوء القضية الفلسطينية مصر كانت حاضرة ولا زالت حاضرة، ربما تغيرت أجيال وذهبت أجيال وجاءت أجيال، وموقف مصر يبقى كما هو دعما وإسنادا، سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي للقضية الفلسطينية. ويكفي أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وهي كذلك هي قضية كل العرب والمسلمين. فيما يتعلق بإعمار غزة، غزة تحتاج إلى أشياء كثيرة، في مقدمتها إنهاء آثار الانقلاب التي قامت به حماس أولا، وإنهاء آثار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ثانيا. نريد إعادة غزة إلى منظومة العمل الفلسطيني، المنظومة الوطنية الفلسطينية. إنهاء الانقلاب وإنهاء الانقسام هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا، لكن هذا لا يمنع أننا نقدر عاليا أي جهد عربي وبالذات الجهد المصري في تقديم كل المساعدة ممكنة لأهلنا في قطاع غزة، سواء على صعيد الإعمار أو على صعيد التسهيلات أو على صعيد الخدمات الصحية والطبية وغير ذلك من الخدمات، أو على صعيد تقديم شيء من الكهرباء، من التيار الكهربائي لبعض محافظات قطاع غزة وبعض مناطق قطاع غزة. هي زي ما حضرتك قلت، هتظل دائما القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، وهتظل دائما تقف إلى جانب دولة فلسطين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين.